السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنتكلم في اخر محاضرة في جزء البترول من سلسلة محاضرات الجيولوجيا الاقتصادية، وهنتكلم النهاردة في جزئية الميجوريشن اوف بتروليوم. اخدنا قبل كده بالنسبة للبترول، عشان البترول يتكون لازم من توافر اربع حاجات. اول حاجة سورس روك، رقم اتنين ريسرفوار، رقم 3 السيل او الكاب روك. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الجزء الرابع، وهو عبارة عن تراب. بعد ما المواد العضوية الأورجانيك ماتر بمختلف انواعها اتدفنت مع صخر المصدر تحت ظروف انوكسيك، ظروف الهوائية، وتعرضت لحرارة وضغط، وطبعا تأثير البكتيريا كذلك، هيبدأ المواد العضوية هيتحول الى بترول على هيئة قطرات داخل صخر المصدر. طيب، البترول عبارة عن قطرات داخل صخر المصدر. ايه الاسباب اللي هتخلي القطرات الموجود داخل صخر المصدر هيبدأ يطلع من صخر المصدر عشان يبدأ يهاجر اولية او هجرة ثانوية او هجرة ثالثة؟ ما هي الاسباب التي تؤدي لهجرة البترول من مكان الى اخر؟ دي اللي هنتكلم فيه النهاردة باذن الله يا اولاد. اول حاجة، يعني ايه migration؟ يعني ايه migration of petroleum؟ البترول طبعا احنا بنطلعه من صخر الخزان. مش معنى كده ان البترول اتكون في صخر الخزان، لا، ده هو اتكون في ظروف لهوائية داخل صخر المصدر، لكن بظروف معينة زي ما نقول النهاردة بدأ البترول بيبدأ يهاجر من صخر المصدر الى الصخر الايه المسمى النفاذ. فمش معقول ان المواد العضوية يحصل لها حفظ داخل صخر ايه مسمى النفاذ. فمش معنى ان انا الاقي البترول داخل صخر الخزان ان هو اتكون فيه، لا، ده اليه هاجر. هاجر منين؟ هاجر من صخر المصدر. واضح يا اولاد؟ طيب، نبدأ بقى نمسك العوامل اللي ممكن تؤدي لهجرة البترول من صخر المصدر الى خزان او من خزان لأي مكان تاني. واول هذه العوامل يا اولاد هو عامل اسمه البوينسي او عامل الطفو، زي الصورة الموجودة قدامك كده. الزيت بيكون اقل كثافة من الماء، وكذلك الغاز اقل كثافة من الزيت والمية. فنتيجة خاصية الكثافة وان الزيت بيكون اقل كثافة من الماء، فممكن الماء الزيت يهاجر بمساعدة الماء من مكان الى اخر. بمساعدة مين؟ وجود مين؟ وجود المية واختلاف الكثافة بينهم. بس يفضل في صخر الخزان انه ما يكونش افقي، يفضل يكون مائل. فباختلاف الكثافة وكذلك وجود ميل في طبقة الخزان بيساعد على هجرة البترول من مكان الى اخر عن طريق خاصية البوينسي، الطفو. تمام كده يا اولاد؟ ادي بالنسبة الاول واهم فاكتور ممكن يساعد على هجرة البترول from one place to another. تاني خاصية وهي عبارة عن الكابيلاري امبايبيشن، خاصية الايه؟ الخاصية الشعرية. لو عندك انابيب مختلفة القطر وحطناها في اناء بمية، الماء بيبدأ يرتفع في هذه الانابيب بالخاصية الايه الشعرية، وكلما كان عندك القطر عندك صغير الماء بيرتفع اكتر. نفس الفكرة بالضبط يا اولاد، تعمل حبيبات الخزان كأنها انابيب شعرية. فكلما كانت حبيبات الخزان اللي عندك صغيرة، حجمها صغير، فبيرتفع الماء في حبيبات الايه الخزان زي الصورة موجودة قدامك ديت. فلو تخيلنا طبقة من الطفل فيها زيت، وعندك طبقة لونها اصفر من الرمل وفيها مية، طبقة طفل فيها زيت وطبقة رمل صفرة اللي قدامك ديت عبارة عن فيها مية. من المعلوم ان طبقة الطفل عبارة عن حبيبتها صغيرة، طبقة الطفل حبيبتها صغيرة، وحبيبات الرمل عبارة حبيبات كبيرة. فالماء هيبدأ يدخل في داخل حبيبات الطفل الصغيرة اللي فيها زيت عشان المية تحل محل الزيت الموجودة في طبقة الطفل. ان يحصل ريبليسمنت للمية اللي موجودة داخل الفراغات بتاعة الطفل الصغيرة يحل محلها، ديت هي عبارة عن الخاصية الشعرية او الكابلر اكشن، وبالتالي عامل ممكن يساعد على هجرة البترول من مكان لاخر، كابلري امبايبيشن. من ضمن العوامل الرقم 3 سورس روك كومباكشن، بمعنى الطبقات اللي ممكن تترسب فوق طبقات صخر المصدر ممكن تضغط على صخر المصدر.
الضغط هو بيقلل الفراغات ما بين الحبيبات اللي بيكون فيها زيت، وبالتالي كده بيجبر الزيت الموجود ما بين حبيبات صخر المصدر ان هو يبدأ يهاجر من مكان الى اخر، وبالتالي سورس روك كومباكشن من ضمن العوامل اللي ممكن يساعد على هجرة البترول. كذلك السبيسيفيك جرافتي، ودي احنا قلناها زي بالظبط كده البويانسي. السبيسيفيك جرافتي المقصود بيها اختلاف الايه الكثافة، خصوصا مع غياب الماء. احنا قلنا الدينستي بمساعدة المية، اختلاف الكثافة بمساعدة من المية. طيب في حالة عدم وجود المية هل البترول ممكن يهاجر؟ طبعا، بمعلومية ان الغاز بيكون اقل كثافة من الزيت، وفي بعض الاحوال ممكن حركات تكتونية وحركات معينة ممكن تجبر الزيت ان هو يهاجر لاسفل. طبعا الزيت هيبدأ ينفصل عن الغاز المختلف عنه في الكثافة، وبالتالي ممكن يساعد على هجرة البترول، وبالتالي سبيسيفيك جرافتي من ضمن العوامل اللي ممكن يساعد على هجرة البترول. العامل رقم 5 عبارة عن ناتشرال جاس بريشر. في بعض الاحوال ممكن نحفر بير عشان نطلع الزيت الموجود في قلب الخزان، بس الزيت ده هو بيكون زيت تقيل شوية، فبيكون من الصعب بمكان ان انا اقدر احصل على الزيت التقيل ده، فبحفر بير تاني جنب البير الاولاني وبضخ فيه غاز. ضخ الغاز ده هو بيقلل الفيسكوست بتاعت الاويل، وبالتالي ممكن يساعد على استخراج الزيت بكل سهولة في هذه الحالة، وبالتالي ضغط الغاز الطبيعي ممكن يساعد على هجرة البترول ومن ثم انتاجه. كذلك من ضمن العوامل سيمنتيشن، بمعنى ان ممكن طبقات الخزان تتلحم ببعضها البعض، ان تتلحم طبقات الخزان او حبات الخزان ببعضها البعض، فبيقلل الفراغات ما بين الحبيبات، وبالتالي ممكن يساعد على هجرة البترول من مكان لآخر، وبالتالي تماسك حبيبات المكون الخزان ممكن يساعد على هجرة البترول. أخيرا العامل رقم 7 وهو البكتيريا. إن البكتيريا ممكن تساعد في بعض الأحوال على melting of some types of rocks such as limestone، بمعنى إن هي تعمل على تآكل بعض أنواع الصخور، تحلل بعض أنواع الصخور، تأكلها، وبالتالي لما تأكلها بتسبب وجود ثقوب وفجوات داخل الخزان، وبالتالي ممكن يساعد على هجرة البترول واحتوائه من مكان إلى آخر. كذلك نتيجة تحلل هذه الصخور ممكن ينشأ عنها غازات زي ثاني أكسيد الكربون، وطبعا ده عبارة عن غاز، فممكن برضه يساعد على ضغط البترول وبالتالي هجرته من مكان إلى آخر. يبقى أنت عندك 7 عوامل أساسية ممكن تساعد على هجرة البترول من مكان إلى آخر. البترول ثلاث أنواع هجرة للبترول. أولا البرايمري مايجريشن، ودي عبارة عن هجرة البترول من صخر للصخر السورس روك، صخر المصدر، إلى الخزان أو الكارير روك، اللي هي الهجرة الأفقية اللي انت شايفها ديت، أسف الهجرة الرأسية من صخر المصدر إلى الخزان، دي عبارة عن هجرة أولية، the process of loss of hydrocarbons from the source rock، أدي الهجرة الأولية. أما بالنسبة للهجرة الثانوية أو secondary migration، دي عبارة عن هجرة داخل الخزان إلى المصيدة، migration of hydrocarbons from a source to reservoir along simple or complex carrier system، عبارة عن هجرة البترول من صخر المصدر إلى الخزان، دي عبارة عن هجرة أولية. أما الهجرة الثانوية داخل الخزان حتى يصل إلى مين؟ حتى يصل إلى التراب، دي عبارة عن هجرة ثانوية. أما بالنسبة للهجرة الثالثة فهي عبارة عن هجرة البترول من باطن الأرض حتى وصوله إلى السطح في صورة تسربات بتروليه زي الصورة الموجودة عندك تحت على الشمال، إن ظهور البترول على السطح، ألاقي البترول كده مقابلني وأنا واقف على السطح، دي معناه إيه؟ دي معناها هجرة ثالثة. يبقى أنت عندك هجرة أولية from the source to the reservoir، الهجرة الثانوية within the reservoir to the trap، دي هجرة ثانوية. أما بالنسبة للهجرة الثالثة فهي عبارة عن هجرة from one trap to another or from one trap to the surface، حتى ظهور البترول على سطح الأرض في صورة تسربات بترولية.
طيب مين اللي قال لك ان البترول اصلا بيحصل له هجرة؟ ده انت موجود على السطح والكلام ده كله بيتم في باطن الارض. ما هي الشواهد اللي تؤكد هجرة البترول؟ رقم واحد طبعا هو ظهور البترول على هيئة تسربات بترولية، والبترول لازم يتكون على اعماق كبيرة في باطن الارض، ولازم يحصل حفظ للمواد العضوية وبالتالي تحكمها بعد كده البترول. ظهور البترول على السطح معناها طبعا ان البترول هاجر من مكان الى اخر، وبالتالي من ضمن الكريتيريا اللي بتؤكد هجرة البترول the presence of oil seepage. رقم اتنين وجود البترول في صخور الخزان، ومعروف صخور الخزان عبارة عن صخور مسامية ونفاذية، وعمر المواد العضوية ما يحصل لها حفظ في الصخور مسامية نفاذية، لا ده تحفظ الاول في صخر المصدر ثم يحصل لها نضج ثم بعد كده تحول لبترول ثم يهاجر البترول من صخر المصدر او السورس روك انتو ذا ريسيرفوار. وبالتالي وجود البترول داخل الريسيرفوار معناها ان البترول ما تكونش داخل الريسيرفوار، لا ده اليه هاجر. وبالتالي وجود البترول في صخر مسمى نفاذ زي الساندستون او اللايمستون معناها ان البترول هاجر اليه. كذلك من ضمن الكريتيريا اللي بتؤكد هجرة البترول وهو وجود البترول في بعض الأحوال في الصخور النارية والمتحولة. طبعا مش معقول ان البترول يتكون في هذه الصخور النارية او المتحولة، برضه اليه هاجر. فمن ضمن الشواهد لهجرة البترول the minor occurrence of oil in igneous and basement rocks او metamorphic rocks. الظهور الصورة دي بتبين لك ظهور البترول على هيئة تسربات بترولية، وبالتالي بسميها هجرة ثالثة او tertiary migration of petroleum. المتطلب الرابع بعد ما قلنا source rock و reservoir و الكاب او السير روك، المتطلب الرابع وهو عبارة عن المصيدة او trap. والمصيدة كتعريف هي عبارة عن نسق هندسي بيكون عليه صخر الايه؟ صخر الريسيرفوار وكذلك صخر الايه السيل. صخر الخزان وصخر الغطاء بياخدوا شكل هندسي معين، ممكن يكون في صوره فالق او في صوره طيه او في صوره اشكال هنتكلم عليها دلوقتي. ديت هي عباره عن تعريف التراب. التراب فورمز هوين ذا بوينسي فورسز درايفنج ذا ابورد مايجريشن اوف هيدروكاربونز ثرو ا بيرميبل روك كانت اوفركم ذا كابيلري فورسز اوف ا سيلينج ميديوم. ذا تايمينج of trap formation، توقيت تكوين المصيدة مهم جدا بالنسبة لتكوين وهجرة البترول، فالمفروض ان تكوين المصيدة يكون سابق لهجرة البترول. دي صورة بتبين لك ان البترول بيتكون في باطن الارض، والاسهم بتبين لك حركة البترول. ممكن البترول يلاقي في طريقة او انتكلاين فممكن يتكون داخلها، ده عبارة عن مصيدة من نوع انتكلاين، او ممكن البترول يحجز داخل فالق فولت تراب او داخل استراتيجرافيك تراب او داخل ريف اور سولت تراب. دي كلها انواع من انواع المصايد. المصايد تلات انواع، ممكن تكون مصايد تركيبيه ستراكشر، او ممكن تكون مصايد طبقيه استراتيجرافيك، او يكون اتحاد للستراكشر والاستراتيجرافيك فبسميها كومباينيشن تراب. ده انواع الستراكشر ترابس ودي انواع الاستراتيجرافيك ترابس. اول نوع من انواع الترابس وهي المصايد التركيبيه، والمصايد التركيبيه بتنشا نتيجه تغيرات في قشره الارض، نتيجه تشوهات في قشره الارض، نتيجه حركات تكتونيك ودايابيرك وكذلك جرافيتيشنال وكومباكشنال بروسيسز عمليات تضغط. وكل هذه الحركات التكتونيه بينشا عنها حركات تشوهات، بمعنى يحصل لها كسر او يحصل لها انثناء لطبقات الارض. اول نوع من انواع المصايد التركيبيه وهو عباره عن انتكلاينال ترابس او المصايد من نوع طي محدب، والبترول اللي هو عباره عن مظلل باللون الاسود ده بيتكون داخل المصيده الانتكلاين، او يكون نوع من انواع المصايد التركيبيه طي محدب وطي مقعر. ممكن يكون نوع من انواع المصايد التركيبيه نورمال فولت عباره عن فالق عادي، والبترول بيتكون في الاماكن المظلله دهيت. البير هيكون بير بي عباره عن بير برودكتيف منتج للبترول، اما بالنسبه للبير ايه البترول بيهاجر من مكان لمكان فبتلاقي مش هتلاقي بترول في البير رقم ايه، وبالتالي ممكن تلاقي في بعض الابار دراي ما فيش فيها بترول لان البترول بيهاجر من مكان الى اخر، من نقطه دايما بيهاجر من العمق الكبير العمق اللي برضه من انواع المصايد التركيبيه نورمال فولت.
ريفيرس فولت، وبرضه الصوره بتبين لك يعني ايه ريفيرس فولت. برضه ده نوع من انواع المصادر التركيبيه عباره عن قباب ملحيه او السولت دوم، نوع من انواع المصادر التركيبيه. الملح بيكون على بطن في بطن الارض نتيجه وجوده في بطن الارض على عمق كبير، وان الملح كثافته قليله، وان الملح ما بي 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 ما بيشم حراره، بيتاثر بالحراره، بيكون داكتايل، بيكون مرن، فبيبدا يتحرك في باطن الارض لغايه ما يلاقي اماكن ضعف، فبيخترق الطبقات في صوره قباب ملحيه او على هيئه سولت دوم. وعلى جانبي السولت دوم بتلاقي مصايد كتيره سببها بيكون وجود السولت دوم. اما بالنسبه للنوع الثاني من المصايد، فالمصايد الطبقيه، والمصايد الطبقيه تتكون نتيجه تغير في مسامية ونفاذية صخر الخزان formed as a result of lateral and vertical variations in the thickness, texture, porosity or lithology of the reservoir rock. نتيجة تغيرات في مسامية ونفاذية من صخر الخزان. نوع من أنواع المصادر الطبقية بسميها عدسات رملية أو الانتيكولار ساندستون أو ساند لينسز. إن الرمل أو الخزان بياخد شكل عدسة وبيكون مدفون في قلب صخر غير مسمي غير نفاذ، وهو عباره عن اللون الاخضر اللي هو عباره عن الطفله. او ممكن يكون من انواع المصادر الطبقيه مصادر الترقيق او البنش او تراب، وفيها ان الطبقه الصفراء بيبقى سمكها كبير في باطن الارض، ثم سمكها يقل قليلا 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 حتى تنتهي، عشان كده بسميها مصادر ترقيق، بسميها بنش او تراب. نفس الكلام بنش او تراب. او ممكن خزان ياخد في صوره قنوات، نوع من انواع المصايد بسميها تشانلز، وجود الخزان في صوره يترسب في صوره قنوات. او ممكن يكون شكل الخزان على هيئه شعاب مرجانيه، اشكال عشوائيه غير منتظمه الشكل، فالبترول ممكن يتكون داخلها. ريف اللايمستون او الريف كذلك من ضمن انواع المصادر الطبقيه فيز تشينج او التغير السحني، بمعنى ان الطبقه ممكن يتغير السحنه بتاعتها او الصفه الصخريه بتاعتها، ممكن يبقى رمل، ممكن هذا الرمل يتحول يبقى سحنه صخريه تانية خالص عباره عن طفله، فبسميها تغير سحني. والبترول بيتكون على حد الفاصل ما بين التغير في السحنتين، فبسميها فيز تشينج. عدم دي نوع من انواع المصايد الطبقيه. رقم 6 عبارة عن عدم توافق زاوي، أي بمعنى عدم اتفاق ما بين الطبقات وترسبها، طبقات مايلة وتلاقي ترسب فوقها طبقات أفقية فبسميها عدم توافق زاوي. البترول برضو بتكون في الحد الفاصل ما بين الطبقات، ده نوع من أنواع المصايد الطبقية مصايد عدم توافق. أما بالنسبة للنوع التاني من المصادر والمصادر الاتحادية، وهو اتحاد ما بين structure and stratigraphic elements. الصورة اللي قدامك من مش مصادر اتحادية، بدليل ان العناصر اللي عندك كلها عبارة عن عناصر تركيبية، سواء كان الفلق او الطي المحدب او المقعر، كلها عبارة عن عناصر تركيبية، وبالتالي دي مش combination trap. اما بالنسبة للcombination trap هي عبارة عن عناصر تركيبية وتباقية. تركيبية زي اللي قدامك دي كده اولاد، تركيبيه عباره عن او ستراكشر اليمنت عباره عن فولت. اما بالنسبه للستراتيجرافيك اليمنت فعباره عن العدسه الرمليه اللي لونها اصفر ديت، وبالتالي الاتحاد ما بين ستراكشر اند ستراتيجرافيك اليمنت بسميها كومباينيشن تراب. ديت نهايه جزء البترول ونهايه محاضرتنا وسلسله محاضراتنا في الجيولوجيا الاقتصاديه. بالنسبه للامتحان ان شاء الله يا ولاد هيكون عباره عن 4 اسئله، سؤالين خاص بالدكتور عادل وسؤالين خاص بيا. الامتحان 4 اسئله زي ما قلت، ويكون عباره عن متنوع ما بين اختياري وصح وغلط. اختياري وصح وغلط. الامتحان ان شاء الله يكون من 140 درجه وفي حدود 4 اسئله زي ما اتفقنا، ما بين اختياري اختار اجابه صحيحه، ما بين متعدد، والسؤال بعد النوعية الثانية هيكون عبارة عن صح وغلط. موفقين إن شاء الله يا ولاد، وبالتوفيق والنجاح، ونشوفكم دايما على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.